امبارح راح، هدول لليوم. ماشي؟ طيب، شكرا. قلي شو القصة ياش؟ رح نوصل على المكتب. بصراحة كنت رح أقلك بالتاكسي، بس هذا الشوفير حكى كتير وما قدرت قلك أي شي بالمرة بصراحة. دقيقة بس. شو هاد؟ خدي؟ اسمعيني ولا تنفعلي بسرعة لو سمحتي. اسمعي شو بدي قلك أول شي، وبعدين قولي اللي بدك إياه. ماشي؟ مبلغ كبير كتير، من وين جبت كل هاد؟ أنا يعني بصراحة هاي المصاري اللي أنا كنت عم صمدها مشان عرسي، بس أنا ماني عم فكر اتجوز عن قريب، ما في ولا بنت مناسبة، ولهيك قلت بدل ما يضلوا هالمصاري مجمدين عندي بالبيت ممكن تكوني أنتي بحاجته. رح يساعدوكي شوي يا نيها، وقت تستلمي مصاري بترجعي لي إياهم. إذا بدك رجعيهم مع فايدة أنا موافق. خير شبكي؟ اسمعي، إذا غلطت باللي عملته أنا عن جد آسف، ما كان قصدي إني إزعجك. لا لا، أنت ما غلطت بشي. أنا متعودة إني أتكفل بكل شي لحالي وحل كل مشاكلي لحالي. لهلأ ما في حدا إجا وحاول يساعدني بهالطريقة هاي. عم أهتم بباري ومرض أو شغلي، وأدفع للبنك وأدفع ديون زوجي. كنت عم أعمل كل هالشي لحالي. صحيح عمو وخالته دائماً معي، بس هنن صاروا كبار بالعمر، ما عاد يقدروا يساعدوني بكل شي. تعرفي عش أنا كنت حس حالي علقانة وخاف عن جد، بس هلأ صرت متعودة على كل شي. وبصراحة كنت نسيانة فكرة إنه ممكن يجي حدا ويعرض علي أي مساعدة. أنا عن جد مرتاحة للكلام اللي قلته، بس أنا عن جد ما بدي المصاري ياش. خليهن معك، خليك مصمد هالمصاري مشان عرسك، وإمتى ما لقيت البنت المناسبة رح تكون أحق بالمصاري. بتكون عم تحلم بيوم عرسك، وأنت لازم تفكر كيف تساعدها ياش. صحيح، أنا لازم فكر بالبنت يلي بتهمني.